من الأصدقاء. نسكن في نفس البناء، نذهب للمدرسة سويا، ومعا نرجع في المساء. إن تسألنا عنواننا خمس شارع الأصدقاء. رامي نشيط ومحبوب، شوقي في الشعر يذوب، متعب متهور جريك، مهلول ساذج وبريك، نجيب عن كل شيء يجيب. خمسة شارع الأصدقاء. هو مسجل عم عباس، هذا أغنية مسلسل. إذا أطفئ التلفاز، أنا تعبان أريد أن أرتاح. يا عالم، خمسة شارع الأصدقاء، خمسة شارع الأصدقاء. في ظني أن هذه الكلمات لا تصلح لأغنية المسلسل. هذا ما كان ينقصنا، معاقا آخر في مدرستنا. ألا يكفينا واحد؟ لا يا شباب لا، رائد ليس معاقا، إنه كفيف كفيف، وهو يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم مثلي تماما. أنت من ذوي الاحتياجات العامة. وأنت من ذوي الممتلكات الخاصة. أنت دائم الشكوى يا متعب، ما الذي ينقصك؟ دماغ. مسكين رائد مسكين. مسكين؟ الأستاذ نظمي ينفذ جميع طلباته فقط لأنه معاق. هو المعاق؟ وماذا تسمي من يطلب إلغاء حصص الرياضيات من المنهاج الدراسي؟ ها؟ متعب. وماذا تسمي من يطلب مرجعا من 2000 صفحة من مديرية الآثار؟ نجيب. أنا أعرف واحدة. ماذا تسمي ابن الوطوط؟ سهلة، الوضوض ابن الوطوط. الوضوض ابن الوطوط، شاعرا من العصر العموي. دعونا من هذا الحديث الآن، فكروا بحل لمشكلتي. مشكلتك كبيرة، أصبحت خادما لرائد بين ليلة وضحاها. ليس خادما، بل قل مرشدا، مرافقا، مساعدا. أعرف أعرف يا نجيب أعرف، ولكن مشكلتي أنني أشعر بالشفقة تجاهه، ولا أريده أن يشعر أنني أشعر بهذه المشاعر. أشعر بشعورك. أنت شاعر وشعلة من المشاعر. تفضل واستضي، تفضل واستضي. من منكم تضايقه أشعة الشمس؟ أريني. أشعر أنني سآخذ هذه. هاي، أشعر أنني لم أقبض ثمنها. أشعر بأنني سأدفع. أنا هنا. أخشى أن أصبح أصماً لأنك هنا. آسف، أعتذر أعتذر، سامحني أرجوك، لا أحب أن أزعجك. أنا أنت جرحت مشاعري يا شوقي، يا لك من قاسي. كنت أمزح. ها؟ ألم نتأخر عن حصة الدرس؟ وماذا لو تأخرنا؟ عذرنا معنا. أقصد عفوا، سامحني أرجوك، أنا في لم تكن تقصد. هاي، ألا ترى أمامك؟ هل أصابك العمى؟ آسف آسف، أعتذر، سامحني أرجوك، أنا لا أقصد. يعني
عندما تحتاج إلى شيء أشر لي فقط، أنا هنا لأخدمك. ماذا تريد؟ أريد حك ساقي. مرحبا، أنا متعب، أصبحت كفيفا البارحة. متعب؟ البارحة رأيت صورتك في الصحف. بهلول يبحث عنك، هيا اذهب، يريد ثمن النظارة، اذهب اذهب. حاسبه أنت وسأحاسبك فيما بعد. سأحاسبك حسابا عسيرا. هيا هيا بنا يا رائد، على رسلك على رسلك، رويدا رويدا. نجيب، لا أرى أي موانع حقيقية في الاشتراك مع رائد لإجراء هذا البحث العلمي. أنت لا ترى صعوبة، أما هو فلا يرى شيئا أبدا. ضع هذا المنديل على عينك، ضعه يا بني. أخبرني الآن، هل تشعر بشيء غير مألوف؟ أشعر بالغثيان. أعني هل تشعر أنك أصبحت أقل شأنا أو يعني أنا أعني. فهمت قصدك يا أستاذ، لكن كيف سيقرأ المرجع؟ مدرستنا أمنت له المرجع ذاته مكتوبا بطريقة بريل، وهي الطريقة المعتمدة عالميا للقراءة لغير المبصرين. أليس من الأفضل لو اخترع بريل أفندي طريقة لقلي البطاطا؟ افهمني يا بني، افهمني يا نجيب، افهمني، نحن كمجتمع يجب أن نعطي رائد فرصته مثل غيره من الطلاب. لكن يا أستاذ. يا ابني يا ابني، ظننت أنه سيسرك أن تكون أول من يشترك مع شخص كرائد. معك حق، معك حق. والآن يا بهلول، هل فهمت اللعبة تماماً؟ بالتأكيد، أنت تسير وأنا أرمي لك العراقيل، وعليك أن تعرف ما هي. لنبدأ. حسناً، إذن أين عكاز جدك؟ لم أجدها، أحضرت لك مظلة جدك بدلاً عنها. هات، أين العصابة؟ بحثت في شارعنا والشوارع المجاورة فلم أجد أي عصابة. يبدو أن العصابات مفقودة هذه الأيام. هيه، يقول المثل خبئ منديلك الأسود ليومك الأكثر سوادا. حسنا، هيا لنبدأ. الفخ الأول. على الأرض قرب السرير. أي. الفخ الثاني. خلفك من ناحية اليمين. لعبة جميلة، هيا هيا يا شوقي لنكمل اللعب. دعك من هذا الحديث وقل لي، ما آخر ألعاب الحاسوب التي نزلت الأسواق؟ متعب، أرجوك لا تغير الموضوع، وعدتنا منذ شهر أنك لن تشتري شيئا على حساب بهلول، وها أنت لا تلتزم بوعدك. يا أخي، وما دخلكم أنتم ما دام القاضي راضي؟ كيف سارت الأمور مع رائد؟ قضيت 4 ساعات وأنا أبحث له عن أزهار النرجس. لماذا يطلب أزهارا مع أنه لا يستطيع أن يراها؟ أخبرني أنه يستذكر المعلومات بصورة أفضل عندما يشم رائحة النرجس. يا له من نرجسي. وأخبر مصلح أنه يسمع صوت تسرب مياه في القبو وهو في مدخل البناء. إيه، ألم يذكر شيئا عن ثقب الأوزون أيضا؟ الكفيف يا متعب يطور مهارات أخرى للتعويض عن الحاسة التي فقدها. لكنه لم يترك مهارة تعتب عليه. مهما تكن مهاراته فهو غير مؤهل لمشاركة في البحث العلمي. والمعنى؟ المعنى أنني طلبت منه أن يذهب إلى بيته ليرتاح ويترك هذه المهمة الشاقة لأصحابها. لكنك قلت لي إن الدراسات قد أثبتت أن... أثبتت الدراسات أنني لن أدعه يعوق عملي، وأثبتت التجارب أنني جائع.
هيا هيا يا شوقي، الطريق آمنة. ها؟ لا نريد أن يرانا الأستاذ نظمي. لا تخف. ماذا؟ أقفلت باب غرفة الأستاذ نظمي؟ ماذا لو أراد الخروج؟ يا رجل، تركت له النافذة مفتوحة. اتبعني. اسمع اسمع، هل أنت متأكد أن هذه أفضل طريقة للدخول على الكفيف؟ من هنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تخف يا رائد، لا تخف، أنا شوقي ومعي بهلول. ما هذا المزاح الثقيل؟ أفزعتني يا شوقي. ولم الفزع؟ يجب أن تعلم بوجودنا في الصف فقط. أشك أن رائد كفيف، لماذا لم تعجبه طريقة رامي؟ آسف جدا يا رائد، آسف، أرجوك سامحني، لم أكن أقصد. واضح أنني عرفت، شكرا لكما. رامي هو السبب، أخبرنا أن نصدر صوتا عند دخولنا عليك. سامحكما الله، من شدة خوفي لم أعد أرى أمامي. ألم أقل لك؟ ها هو ذا يعترف أنه ليس كفيفا. ما هذه النقوش الغريبة؟ هل تمارس السحر الأسود يا رائد؟ هذه أحرف بريل، ألا تعرفها؟ أحرف بريل؟ هل هي كريم مطري للشعر من نوع جديد؟ نعم، للشعر الجاف والمتعب فقط. آسف يا رائد، آسف، آسف مرة أخرى. هل تقبل دعوتي على العشاء تعبيرا عن اعتذاري؟ شرط أن تهرس لي الطعام وتطعمني بيديك. يبدو أنك أفسدته بدلالك يا شوقي. أرأيت ماذا يطلب؟ أثبتت الدراسات أن الذي يأكل قبل الآخرين يعاني من قلة ذوق شديدة. كلوا يا أخي، ماذا ننتظر؟ ننتظر رائد. أرجو أن يكون قد تعثر في الطريق ودهسته سيارة مسرعة. لا قدر الله يا رجل. آه، عرضت عليه أن أتبعه من بعيد لكنه رفض. عنيد عنيد. لا شك أنه حفظ الطريق. يعجبني إصرار رائد على تحدي الصعوبات وعدم الاستسلام للإعاقة. صعوبات؟ أية صعوبات؟ رائد هذا يا سيد رامي طلباته أوامر عند الجميع. لو كنت كفيفا مثله لوافق الأستاذ نظمي على طلبي بإلغاء حصص الرياضيات من المنهاج، لكن يا حسرتي. وصل وصل. ما زال أمامنا 5 دقائق أخرى من الانتظار. هنا يا رائد، هنا. أعتذر عن التأخير يا جماعة، اضطررت لشراء شريط تسجيل لأسجل معلومات الفصل الأخير من كتاب البحث. ونحن اضطررنا لانتظارك، والفطيرة اضطرت لأن تبرد، وعصافير معدتي اضطرت للزقزقة طويلا. قلت لك استرح في بيتك، يمكنني القيام بالمهمة وحدي. لكن لا تخف، سأقول للأستاذ نظمي أنك ساعدتني. لا أرى داعيا لأن إها أرأيت؟ أنت لا ترى داعيا. الفطيرة في الساعة 6 والعصير في 9. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تقول يا رامي؟ عيب. اسمع يا رائد، لا تهتم لكلام رامي ولا تنتظر حتى الساعة 9 لتشرب العصير، اشربه الآن على مسؤوليتي. المنديل في الساعة 1 يا رائد. ما به رامي يا أخي؟ ما هذا؟ الأكل في 9 والمنديل بعد منتصف الليل؟ هذه الطريقة تساعد رائد على تحديد مواقع الأشياء حسب أماكن الأوقات في الساعة.
الملح من فضلكم. تكرم عينك. آسف آسف، لا تؤاخذني لا تؤاخذني. الملح في الساعة الثالثة. هذا فلفل، أريد الملح من فضلكم. أراهن أنه مبصر ويدعي أنه كفيف كي ينفذ له الأستاذ نظمي جميع طلباته. هل ما قلت؟ صدقت توقعاتي. انظروا ماذا فعل، لقد أدرج متعب طلبه بإلغاء مادة الرياضيات في قائمة طلبات رائد. هذا تزوير. ماذا؟ يستغل إنسانا كفيفا؟ يا للبشاعة. في ظني أن هذه الفكرة تنطوي على رغبات نفسية تخريبية مكبوتة في أعماق لاوعيه منذ الصغر. أنا مخرب ومكبوت؟ هل سمعتم ما قاله نجيب عني يا شباب؟ سمعنا، وأرى أن تصرفك معيب، تستغل عاهة رائد وتدرج طلبك بحذف مادة الرياضيات في لائحته. ما هذا التصرف يا متعب؟ الأستاذ نظمي هو المسؤول، يحقق له جميع رغباته ويرفض لي هذا الطلب الصغير. لن أسكت عن هذا الأمر، وسوف أوصله لأعلى السلطات. أوصله لأعلى السلطات والسندويشات والمعجنات وجميع المأكولات. سنرى كيف ستنهي بحثك الآن يا سيد نجيب. أهلا متعب. متعب؟ أنا لست متعبا، أنا نجيب. كيف حالك؟ في اعتقادي في ظني أنك متعب. كيف عرفتني؟ هل لديك عينان في مكان آخر غير رأسك؟ ميزتك من صوتك ومن طريقتك في المشي التي تختلف عن طريقة نجيب. نجيب يتحرك بخطوات متقاربة وصغيرة. هل تبحث عن كتاب معين؟ نعم، أبحث عن كتاب تعلم الرياضيات في 5 أيام. وهل وجدته؟ لكن لا تشغل بالك، سأتدبر أمري ب10 أيام هذه المرة. كيف سأنهي البحث الآن بعد اختفاء مرجع الآثار؟ ماذا سأقول للأستاذ نظمي؟ ربما نسيته على إحدى طاولات المكتبة. ربما استعاره النمس لينظف بأوراقه زجاج النوافذ في المدرسة. الكتاب كان على الرف في مكانه في مكتبة المدرسة البارحة، أنا وضعته بيدي هاتين. ما رأيكم أن نوصل الأمر للسلطات العليا؟ سلام يا شباب. متعب، أحضرت لك الكتاب الذي كنت تبحث عنه. حسنا، شكرا، عفوا، مع السلامة. ولكن عندي سؤال، لما كنت تبحث عن كتاب رياضيات في قسم مراجع الآثار؟ ها؟ أنا كتب الرياضيات موضوعة على بعد 9 خطوات من الباب جهة اليسار، وأنت سرت 8 خطوات جهة اليمين حيث توجد مراجع الآثار. مراجع الآثار؟ هكذا إذن، أنت الذي أخفيت الكتاب كي لا أتمكن من إتمام البحث. يا لك من سأرفع هذا الأمر إلى أعلى السلطات. لا تهتم يا نجيب، فقد أنجزت تتمة البحث وهو مسجل عندي على أشرطة ويمكنك نسخها. حقا؟ بالتأكيد، وما الغريب في ذلك يا نجيب؟ يجب أن تعلم أن الإرادة أقوى من الإعاقة، ولا يمكن للإعاقة أن تقف في وجه الإرادة أبدا. أنت حقا مميز يا رائد. ثلاثة سين ضرب 2 عين يساوي ساعدوني يا شباب، حسنة لطالب معاقب. يا رامي، رائد، يا نجيب، مساعدة لوجه الله. أنا سأساعدك. لا 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 لا، أنت من فريقي.
تريد مساعدتنا؟ ثلاثة سين ضرب اثنين عين يساوي طاء. خمسة شارع الأصدقاء.